هاي، انا دوقة شاف وداتي تايم والتاني يكون رجعت لكم فيديو جديد. ده فيديو ريفيو رواية عطارد لمحمد ربيع، ودي كانت رواية انا عملتها لتحدي ريد هاردر بتاعي. دي رواية ديستوبيان. رواية عطارد لمحمد ربيع هي رواية مرشحة مؤخرا لجائزة البكرة العربية، وهي دلوقتي وصلت للقائمة القصيرة. ودي رواية ديستوبيان بتدور احداثها في مصر، بتدور في خطين زمنيين، خط ماشي في سنة 2011 وخط تاني سنة 2025، فبتدور احداثها في مستقبل قريب وفي الماضي. وطبعا بيفصل ما بين الخطين الزمنيين دول فصل وسطاني بيوضح احداث وافكار وفلسفة خاصة بالرواية نفسها. المهم نبدأ نتكلم عن الرواية. قبل ما ابدأ اكلمكم عن الرواية احب احذركم انها رواية قاسية جدا، سوداوية جدا جدا جدا. ده انا مش متعودة منه في روايات عربي، لان انا ما اعتقدش ان انا قريت اي رواية ديستوبيان عربي، فده كان بالنسبة لي شيء جديد شوية. انا متعودة ان رواية الديستوبيان معظمها انجليزي، فدي كانت اول مرة اقرأ رواية ديستوبيان عربي، والصراحة كانت رغم ان احداثها بتدور في مستقبل قريب لكنها كانت سوداوية وكئيبة جدا جدا جدا. فلو حد ما يقدرش يستحمل كمية الكئيبة والسوداوية دي ما تنصحكوش بالرواية دي. الرواية انا اديتها 3 نجوم، كنت عايزة اديها اكتر من كده، لكن بالنسبة لي في لحظات كنت بحس بألم نفسي وجسدي من كتر ما احداث قاسية، فما قدرتش اديها اكتر من كده، لان رغم انها استمتعت بيها لكن استمتاعي قل شويه بسبب التفاصيل وقوتها. احداث الجزئيه بتاعه 2025 رغم انها بتدور في المستقبل القريب، لكن كنت حاسه ان في حاجات كتيره شبه المستقبل الحالي بتاع مصر، فده بالنسبه لي كان شيء مرعب جدا. واعتقد ان ده مرعب في الروايه دي، انها مش ديستوبيا صعبه او صعبه تتحقق او بعيده المنال شويه، لكنها ديستوبيا بقدر اتخيلها، بقدر استشف بعض الحاجات دي واشوف انها فعلا بتحصل في مجتمعنا الحالي بعض اجزاء منها، فده المرعب في الرواية دي. الجزئية بتاعت 2025 بتتبع بطل اسمه، هو مش بطل، هو قناص من الشرطة اسمه احمد عطارد، وبتدور احداثها بعد ما مصر تم احتلالها من جيش مالطا، وبتدور الأحداث بعد ما الشعب استسلم بشكل كامل من دون أي مقاومة للاحتلال ده، وبقى في انقسام في القاهرة ذات نفسها، القاهرة الشرقية والقاهرة الغربية. في ناس من الشرطة ومن القيادات التانية بقوا موالين للاحتلال ده، وفي ناس بقوا زي شبه مقاومة بيقتلوا خلاص، والشعب معظمه متقبل الاحتلال، ما عملش أي شكل من أشكال المقاومة. ده بالنسبة لي شيء غريب جدا وفي نفس الوقت مش غريب. احمد عطارد ده بيمثل وجهة نظر الشرطة وحاجات كتير من اللي بيفكر فيها، خصوصا اراء الشرطة عن ثورة 25 يناير وما تلاها، بحسها حاجات مش غريبة عليا خالص الافكار دي. والتفاصيل اليومية اللي هو بيشرحها لتعامل الشعب مع فكرة الاحتلال برضو مش غريبة خالص عليا. الرواية فيها بعض ملامح في فور فندتا الفيلم، انا ما قريتش الكوميك، وبرضو فيها بعض ملامح انمي ياباني اسمه توكيو جول. انا ما اعتقدش، مش متاكده اذا كان مقصوده ولا لا، بس دي ملامح انا لاحظتها من الحاجتين دول موجوده في الروايه دي. استمرار مع خط الاحداث بتاع 2025، كنت في الاول فاكراها ديستوبيا سياسيه، لكن هي ديستوبيا مجتمعيه واخده السياسه طابع ليها. خط الزمن التاني اللي هو 2011 بيدور مع شخصية انسال، بنت صغيرة اسمها زهرة. انسال ده مجرد مدرس في مدرسة، اعتقد مدرسة ابتدائي، وبتدور الاحداث في وسط بداية احداث ثورة 25 يناير، وبنشوف ازاي بيتأثر بيها. طبعا الجزء ده مش سياسي بشكل كامل، لكنه ديستوبيا مجتمعية بحتة، ولو انه بيدور في الماضي لكن بسبب الافكار اللي بيطرحها لكل الناس اللي في الزمن ده، حسيتها برضو بتدور في نفس المستقبل المظلم اللي بتدور فيه الاحداث الماشيه في الخط بتاع 2025. البنت الزهره دي بنت باباها بيموت وما بيكونش عندها اي اهل لفتره، فانسان بياخدها عنده وبيبدا يهتم بيها ويبدا يدور على باباها في المستشفيات اذا كان من الجثث الموجود ولا لا. لكن في وسط ده كله زهرة بتبدأ
تعاني من مرض غريب، ان مرض صعب التفسير شوية. انا مش عايزة احرق المرض، لان تفاصيل ظهور المرض لوحدها من اكتر الحاجات القاسية اللي قريتها في الرواية دي. فانا اعتقد لو حد عايز يستمتع بده انا مش هاخد منكم، مش هسلبكم الفرحة دي. مش عارفة اذا كانت فرحة ولا لا، بس انا مش هقول ايه المرض اللي هتعاني منه، لكن هو مرض خطير جدا ملوش شفاء. هو ده الحدث الرئيسي بتاع فترة 2011 في الرواية. طبعا الجزء بتاع 2011 ده ملوش صلة كبيرة بالجزء السياسي اللي بيدور في 2025، لكنه بيدور في حاجة واحدة وهي الجحيم. سواء 2025 او 2011 او في اي فترة زمنية، احنا عايشين في جحيم مستمر لا ينتهي. طبعا في 2025 بيبدأ يفكروا ايه الجحيم اللي احنا عايشينه، وبيبدأ احمد عطارد يفكر في حاجات كتيرة، ان القيامة قامت خلاص، وان احنا عايشين في فيما بعد ذلك في الجحيم، والجحيم مستمر. واذا كان وبيبدأ يفكر في منطق الناس اللي انا بموتهم دول بيروحوا فين، هاي بيروحوا الجنة، هل بيستمروا في الجحيم، هل انا مهمتي ابعت الناس للجنة، هل انا مهمتي ابعتهم للجحيم. وافكار كتيرة جدا بتدور كلها فكرة واحدة، ان احنا عايشين في جحيم مستمر. سواء 2011 في 25 قبل كده بسنين كتيرة، او بعد دلوقتي بسنين كتيرة، احنا عايشين في جحيم مستمر. الرواية نجحت جدا في هدفها، وهو انها تكون قاسية جدا. انا اقدر اقول انها نجحت في النقطة دي، بس مش معنى كده انا استمتعت بيها جدا، كنت حاسه انا بتعذب وانا بقراها، وده اعتقد في صالحها لان ده الهدف الرئيسي منها. انا قريتها بعد روايه فيلث لإيرفين ويلش، وهسيب لينك طبعا الريفيو بتاع الروايه دي، لكن اعتقد ان ما كانش مناسب جدا اقراها بعدها، لان الاثنين وروين روايه فيلث مش روايه ديستوبيان، لكنها برضو عن شخص شرطي، برضو عن شخص صعب يتحب، اللي هو مثال الشخصيات unlikable. لكن في الرواية عطارد دي الديستوبيا كانت مرعبة لانها سهل تتحقق. مش عارفة اشرحها جدا، لكن الديستوبيا لما بتحس انها سهل تتحقق او انها قريبة من واقعك، اعتقد ده بيبقى مخيف اكتر من ديستوبيا تقعد تفكر لا دي صعبة تتحقق، دي مستحيلة تحصل دلوقتي. لكن الديستوبيا او القسوة اللي في الرواية دي كانت حاسة انها قريبة جدا من الواقع بتاعنا، وده خوفني اكتر. في الاول ما كنتش متأكدة قوي من فكرة الرواية اللي بدأت، رواية عطارد بدأت بكلمة قتل مميزة شوية، فانا ما كنتش عارفة الرسالة بتاعتها ايه. لكن بوصولي النص الرواية تقريبا او انا قربت من اخرها، وصلت الفكرة ان الرسالة بتاعتها ان الجحيم احنا عايشينه، الجحيم ان الناس دلوقتي بتعذب بعضها وبتعذب نفسها في جحيم مستمر، كل واحد عايش في جحيمه الخاص من مشاكله. الجحيم ده سواء متمثل في فقدان حد عزيز عليك، في المرض، في كل الحاجات دي. دي مش رواية سهلة خالص، رواية صعبة مش اي حد يقدر يستحملها. انا برشحها جدا، لكن لازم تكونوا مستعدين ان انتوا هتقروا اقصى واكتر حاجة مظلمة قريتوها في حياتكم. اللي بيحبوا يقروا روايات الديستوبيا العربي او الانجليزي وما قروش الرواية دي، انصحكم بيها جدا. دي مثال كويس جدا جدا لروايات الديستوبيا العربية، واتمنى ان يكون في حاجات اكتر في العربي ديستوبيا زي كده. انا حتى الان ما قريتش رواية ديستوبيا العربي، فانا اتمنى ان انا اقرأ اكتر من النوعية دي. رواية عطارد لمحمد ربيع انا انصحكم بيها جدا، وخصوصا انها منافس قوي على في جائزة البوكر العربية السنة دي. اتمنى يكون الريفيو بتاعها عجبكم. انا فعلا كنت ناوية اعمل ريفيو اكتر من كده، لكن حسيت ان مش عنديش كلام كتير اقوله عنها، غير ان انا فعلا ارشحها لكم لو قلبكم قوي وفي كفاية تستحمل التفاصيل المؤلمة والمظلمة اللي فيها. هتلاقوا في الديسكريبشن بوكس لينك عن ريد هاردر، تحت ريد هاردر بتاعي لو عايزين تعرفوا عنه اكتر. ده غير لينكات للاكونتاتي على جود ريدز وفيسبوك وانستغرام وغيرهم لو عايزين تتواصلوا معي. استنى رأيكم في الفيديو ده وفي الرواية لو حد فيكم اراها ونتناقش فيها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واستنوا فيديو جديد. باي باي.